التطورات في إيران، حيث صدق البرلمان الإيراني اليوم على الإطار العام لقانون يلزم الحكومة رفع تخصيب اليورانيوم إلى 20% وإعادة مفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي. القرار الذي يأتي في أعقاب عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة لا تراه حكومة روحاني يصب في مصلحة إيران، ويرى خبراء أنه سيزيد من تعقيد علاقات طهران الدولية. هكذا بدأ مشهد البرلمان الإيراني وهو يخطو نحو تصعيد مواقف البلاد عقب اغتيال محسن فخري زادة، تصعيد يستهدف ما بقي من التزام طهران بالاتفاق النووي بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20% وإعادة تشغيل أجهزة طرد مركزي حديثة وعودة عمل مفاعل آراك للماء الثقيل، والأهم تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يسهل عمل مفتشي الوكالة في إيران. هذا تقنيا وسياسيا يشكل القرار ورقة ضغط على أطراف الاتفاق النووي، يقول قاليباف. المصادقة على الإطار العام للقرار هي رسالة إلى أعداء إيران بأن لعبة الأحادية قد انتهت. عمليا تعود طهران إذن إلى ما قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015، خطوة ستزيد علاقاتها الدولية تعقيدا، يقول خبراء. لا نشك بنوايا ممثلي الشعب في البرلمان، لكن الحكومة عبرت عن موقفها بشأن القرار صراحة، فهي ليست مؤيدة له لأنه غير ضروري ولا يصب في مصلحة البلاد. رفضت حكومة روحاني المعتدلة قرار البرلمان الأصولي، لكن هذا لن يغير من مسار تنفيذه، فبعد اجتياز القرار مجلس صيانة الدستور في غضون أيام تصبح الحكومة ملزمة بتنفيذه. عدم التزام إيران بالبروتوكول الإضافي يعني أن أوروبا لن تتعاون مع طهران، فضلا عن أن العلاقة مع روسيا والصين ستتأثر بشكل كبير، والنتيجة قد تكون عودة كامل العقوبات الأممية على إيران. بعد 3 أشهر من إقرار القانون وفي حال عادت أطراف الاتفاق النووي لالتزاماتها، فإن على الحكومة العودة إلى البرلمان بقرار جديد لإعادة التزام طهران بالاتفاق النووي مجددا. فتحت عملية اغتيال العالم النووي الإيراني صفحات من الصراع بين طهران وخصومها إقليميا ودوليا، كما عمقت الشرخة بين التيارات وزادت من تصدعات مواقف البيت الداخلي. ياسر مسعود، العربي، طهران. وينضم إلينا من طهران مراسلنا حازم كلاس. أهلا بك حازم. وزير الخارجية الإيراني وسع دائرة اتهاماته، تشمل لقاء نتنياهو المزعوم لقاء نتنياهو ببومبيو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنها كانت مؤامرة على إيران. ما خطورة هذه التصريحات وما تبعاتها؟ يعني واضح صبا أن إيران تنظر بدقة شديدة إلى التحركات والمواقف الدولية وكل ما يصدر في هذه المرحلة بعد أن تم اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان لافتا أن يقول لليوم أن كل الدول الخليجية باستثناء دولة واحدة أدانت اغتيال العالم الإيراني، ولو أن وكالة نور نيوز الإيرانية المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني رأت في موقفي الإمارات والبحرين أنهما يعني خطوة إلى الأمام في إطار إدانتهما غير المسبوقة كما وصفها الموقع لاغتيال العالم الإيراني. القراءة الإيرانية ليست واضحة تماما حتى هذه اللحظة، خاصة أن ظريف لم يكتفي بالإشارة إلى هذا اللقاء الثلاثي الذي جرى في السعودية، وإنما أيضا تحدث عن تحرك واسع إعلامي خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة كما قال لزرع الفرقة داخل إيران وداخل التيارات السياسية الإيرانية وبين الفرقاء المختلفين في إيران. المواقف الإيرانية الآن تبدو متعددة الصعد، لا
لاحظنا اليوم كيف أن البرلمان الإيراني ورغم عدم موافقة الحكومة وامتعاضة من مصادقته على مشروع القرار هذا الذي أخذ طريقه الآن إلى المصادقة النهائية من مجلس صيانة الدستور ومن ثم ربما إلى التنفيذ الذي يقيد حركة المفتشين من خلال إلزام الحكومة بعدم تطبيق البروتوكول الإضافي وأيضا يرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% والكثير من الخطوات الأخرى. إلا أن المفاجأة أن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان الإيراني وقبل قليل قال بأن البرلمان كان على تنسيق كامل مع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني طوال الشهرين الماضيين في إطار إعداد مشروع هذا القرار الذي تنتقد الحكومة وتقول بأنه يناقض الدستور الإيراني. طيب هذه خطوة أولى ربما في إطار الاستعدادات. طيب في هذه النقطة تحديدا يعني بي الفجوة تتعمق بين البرلمان الإيراني والحكومة، إلى أين يميل مجلس الأمن القومي بما أنه هذا القرار هو قرار سيادي وما تبعات اتخاذه؟ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو مؤسسة خارج التصنيفات السياسية تقريبا، تضم كل السلطات السلطة التنفيذية، رئيس المجلس الأعلى هو الرئيس الإيراني، ولكن يضم أيضا رئيس البرلمان ورئيس القضاء والقيادات العسكرية، ويضم في عضويته معظم الطيف الإيراني، لذلك هو لا يمكن أن يميل إلى طرف على حساب آخر، وللمرشد الإيراني ممثلين أيضا داخل هذا المجلس بطبيعة الحال. الآن يمكن النظر إلى هذه المرحلة على أنها مرحلة انتقالية ليس فقط في الإدارة الأمريكية التي تراهن بعض الأطراف في إيران ربما أو تعقد الآمال على عودة بايدن إلى الاتفاق النووي، وإنما أيضا في إيران. فقط 6 أشهر بقيت أمام حكومة روحاني وسنكون أمام حكومة جديدة، هي صراعات داخلية وأقليمية ودولية تمتزج في إطار الكثير من التفاعلات السياسية والأمنية والعسكرية. واستكمالا للنقطة الأولى حازم، مندوب السعودية في الأمم المتحدة علق على اغتيال العالم النووي بقال بأنه خسارة أي عالم هي خسارة للأمة الإسلامية، وذلك بعد التصريحات الإيرانية المنددة. شكرا لك جزيلا حازم كلاس من